نتكلم أكتر مشاهدينا عن جهود الدولة لدعم المصريين في الخارج مع الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي. أستاذ محمد صباح الخير على حضرتك. صباح الفل أستاذ رامي. يعني احنا تابعنا العرض المعلوماتي والتقرير الماضي بان في جهود كبيره جدا اطلقتها الدوله وعملت عليها واولتها يعني اهميه قصوى للمصريين بالخارج. ككاتب صحفي وصاحب راي بتشوف ازاي اتجاهات الدوله خلال 10 سنين او نقدر نقول كمان ايه اهم المحطات لصالح المواطن المصري في الخارج برؤيه مصريه، شفتها ازاي وتقييمك ليها؟ خليني بداية أحيي حضرتك وجمهورك من المشاهدين وأتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. أشكرك. مصر، خلينا نتفق في البداية أن مصر بتعيش أيام مشهودة، أيام الانتخابات الرئاسية. هذا الحدث الاستثنائي المهم جدا في تاريخ مصر الحديث، والأهمية اكتسبها من كونه بيأتي تتويج لمسيرة ناجحة من الإصلاح السياسي خضتها مصر وخصوصا في العامين الأخيرين، ونجحت في اتخاذ خطوات واسعة جدا في تحقيق ديمقراطية كاملة يشهد لها العالم وهو يتابع ما يحدث في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية من تفاصيل حدثت خلال الشهر الأخير بوجود 4 مرشحين متنافسين من العيار التقيل زي ما أنا بحب أوصفهم دايما في منافسة جديدة على الساحة المصرية وبتحقق فعلا شكل ديمقراطي صحيح ومثالي. مصر بتقدمه لتجربة مهمة لمحيطها العربي والإقليمي والدولي. نتكلم عن مصريين في الخارج باعتبارهم قطاع مهم جدا للنسيج في ضمن النسيج الوطني المصري وقوة مضافة لقيمة مصر سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي. الحقيقة أن المصريين في الخارج استعادوا علاقتهم القوية بالوطن، إذا كان جاز لنا التعبير أنه ده تم بحكم قضائي في نهاية سنة 2011، لكن عودتهم الفعلية لجسد الوطن تم بإعادة وزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج سنة 2015 اللي كان وجودها أو عودتها انطلاقة حقيقية لإقامة جسور تواصل بين المصريين بين وطن الأم وبين أبنائها في الخارج في كل دول العالم. والحقيقة الوزارة دي من اللحظة الأولى ما كانتش وزارة تقليدية يعني أعادتها الدولة ضمن وزارات الحكومة، لكن بالفعل القيادة السياسية والحكومة رئيس الحكومة المصرية منحوها قوة كبيرة جدا، وشفنا ده في عهد الوزير يعني دي مسألة مستمرة من 2015 لغاية النهاردة، يعني الوزيرة الحالية السفيرة سهى جندي والوزيرة السابقة نبيلة مكرم، الاثنين يعني بذلوا مجهود كبير جدا وقدموا تجارب ومبادرات مهمة نجحت في إقامة جسور فعلية مع المصريين في الخارج. المصريين في الخارج مع وجود وزارة مهتمة بشؤونهم قدمت خدمات وتسهيلات كبيرة جدا ربطتهم من جديد بالوطن الأم، حسستهم بالانتماء الحقيقي للوطن. شفنا مشاركتهم الانتخابية، يمكن دي اللي بنتكلم الانتخابات الرئاسية 2024 هي رابع انتخابات رئاسية يشاركوا فيها بالتصويت، كان لهم مشاركة كبيرة جدا في انتخابات 2014، ونتمنى ونتوقع كمان ان شاء الله ان مشاركتهم في انتخابات 2024 هتكون كبيره لعوامل مختلفه ممكن نتكلم عنها تفصيلا. يعني الحقيقه ان الزخم اللي حصل في السنوات الماضيه حقق تطور كبير في علاقه المصريين بالخارج مع الدوله المصريه، وده هيساعد بشكل كبير قوي سواء في المرحله الحاليه او مستقبلا في ان المصريين في الخارج يكونوا قوه مضافه كبيره جدا لنهضه الدوله المصرية. مؤثره، قوه مؤثره بالتاكيد مؤثره بالطبع. وشفنا يعني نماذج كتير قوي لاستفاده الدوله المصريه المصريين في الخارج، ويمكن انا اكتر حاجه بتسعدني دايما ان مصر فعلا يمكن في السنوات الاخيره نجحت في الاستفاده من علماء مصر في الخارج وتم توظيفهم في كل مشروعات التنميه اللي الدوله قدمتها خلال السنين الاخيره. مصر تستطيع. بالضبط، مصر تستطيع من الـ يعني من الامور اللي كانت بتصير فخرنا، وبالمناسبه مش بس يعني وجودهم كنماذج بيأثروا في نهضه وفي مسيره التنميه، لكن وجودهم قدام شبابنا كقدوه بيتعلموا منها وبيتأثروا بيها، دي كانت مساله مهمه جدا ومن الحاجات الملهمه اللي حصلت في السنوات الاخيره. المصريين في الخارج نماذج ناجحه، نماذج مهمه جدا، سفرائنا اللي بيعكسوا
صورة مصر في كل دول العالم، ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية اللي احنا بنعيش ايامها، واللي هتبتدي يمكن النهاردة بالليل في بعض دول العالم، وبكرة صباحا في كل الدول اللي موجود فيها سفاراتنا واللي هيتم فيها التصويت. تصويتهم ومشاركتهم بيعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من تنمية ومن استقرار ومن نهضة حقيقية تمت في السنوات الأخيرة. أنا متفائل جدا من مشاركتهم في التصويت، شايف أن الارتفاع المشاعر الوطنية والحس الوطني المتنامي، وخاصة في خلال الأسابيع الأخيرة يمكن يعني بسبب الحرب على غزة، فكرة الانتماء للوطن والشعوب الوطن تزايدت عند كل المصريين سواء في الداخل أو الخارج على فكرة، وده يمكن يعني هيخلي الانتخابات لها معنى وقيمة خاصة، وهيدخلها في سياق يمكن شبيه بالمصطلحات اللي بنستخدمها في غزة، وإن المصريين قادرين على إن هم ينصروا وطنهم بمشاركة إيجابية حقيقية في الانتخابات، لأن هذه المشاركة بتعكس ما جرى ويجري في الدولة المصرية من إنجازات حقيقية، وما يعكس رغبة المصريين في بناء مستقبل مختلف، مستقبل قائم على مشروع ديمقراطي حقيقي، إن في الدولة المصرية حالة نمو سياسي تنامت في السنوات العشرة الماضية وصلت إلى يعني نضجها ويعني قدراتها الحقيقية على تقديم تجربة سياسية مدهشة تسير العالم وتجعل المصريين فخورين بما تم إنجازه في كل المحافل، بس مش في المحفل السياسي. بالتأكيد، والمسؤولية الوطنية تقع على عاتقهم جميعا بالمشاركة الحقيقية ليعلو كلمة الوطن واختيار الشارع والمواطن المصري من هو الرئيس القادم. بالتأكيد أستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي، بشكرك جزيل الشكر على وجود حضرتك معنا في هذه التغطية.